طيب واحنا بنتكلم هنا وبنقيم هذا الحوار في مدينة العلمين الجديدة وتحديدا من فندق ريجل هايتس، شايف الأجواء إزاي؟ فكرة تنظيم مهرجان خلينا نقول ميجا فاستيفال، في فعاليات كتير جدا إن كانت رياضية ثقافية فنية، وكمان فكرة تواجدكم أنتوا جيل ليه مكانة خاصة عندنا، يعني كان جيلي الأصغر الأكبر طبعا مع احترامنا لنجوم الجيل الحالي، بس أنتوا ليكم مكانة كده خاصة عندنا، فكرة أن أنتوا تتجمعوا هنا وتلعبوا ضد بعض دي بالنسبة لنا حاجة نوستالجيا وحاجة حلوة أن احنا حابين نشوفها. فكرة المهرجان بالنسبة لك شفتها إزاي، أو أول ما سمعت أنه هيتم إقامة مهرجان في مدينة العالمين الجديدة وهتبقى دي الفعاليات شفتها إزاي؟ بصي الأول البداية يعني البرس كونفرنس الامبيونس نفسه، او انت تلاقي البحر وراكي، الناس كانت قاعده ازاي، السيت اب انا بركز في تفاصيل شويه، كان حلو قوي. فكره ان المهرجان نفسه ان انت عاوزه تعملي ماركتنج للمكان، السلوجن بتاع العالم عالمين عجبني جدا، وقصه العالمين وزمان وان كل الحته دي كانت الغام ثم تحولت زي ما انت شايفه تاورز واماكن حلوه قوي وريستورانتس ومطاعم وحاجات، الفكره بتاعت المهرجان الانترتينمنتس اللي هيتعمل، واحنا تواجدنا كجزء صغير من الناس اللي بتحب الكوره او الرياضه بشكل عام، كل ده عجبني قوي. بس هو انت الفكره ايه؟ هي مصر طبعا. خلينا نمسك البلد دي، البلد دي فيها احلى بحر، فيها اطيب شعب، فيها اكتر اثار، احنا بنروح ساعات تروحي اللوفر في فرنسا عشان تبصي على الاثار بتاعت مصر، فعندك احلى بحر. لو مسكتي الخريطه بتاعت مصر بشكل عشوائي وحطيتي صباعك كده هتلاقي الواحات، هتلاقي اسوان، هتلاقي الاقصر، هتلاقي الفيوم، هتلاقي سوهاج، هتلاقي اسكندريه، مفيش حته مش حلوه، يعني كلها حلوه قوي. بس احنا المفروض ان احنا عاوزين نفتح الباب، مصر دلوقتي بتفتح الباب قوي، في دول فتحت الباب معناها مش نفس القوة والقدرة وكل حاجة بتاعت مصر، زي قطر في كأس العالم شفناها، ودول أشقائنا كنا مبسوطين جدا بالتنظيم، لكن لا احنا بنملك كل حاجة، احنا محتاجين بس ان احنا نحب البلد قوي، ان احنا نشتغل للبلد جدا، وان الدنيا دي هو ربنا خلقها على طول في تحديات وصعوبات، فانت تشتغلي وتتعبي وتعملي وان شاء الله يا رب هي قد الدنيا وهتفضل طول عمرها قد الدنيا. طيب كابتن محمد، كمان انت كنت عضو من اعضاء اللجنه الخماسيه لتنظيم كاس امم افريقيا 2019، وده كان بالنسبه لنا من اكتر التنظيمات اللي احنا لسه علاقه في اذهاننا لحد النهارده ولسه فاكرينها لحد النهارده وبنضرب بيها المثل لحد النهارده، حتى حفل الافتتاح يمكن كان في الاهرامات لسه الناس فاكراه لحد النهارده، يعني بالنسبه لنا بنحطه خلينا نقول زي معادل او بنحطه كده كمعادل نقارن بيه. وبما ان انت عندك رؤيه في النقطه دي تحديدا والتنظيم، وكان ليه كمان رؤيه فكره حتى الفان اي دي وقت كمان نفس التوقيت تقريبا، شايف رؤيتك كده ايه اللي احنا محتاجينه اكتر في العالمين الجديده؟ ايه اللي ممكن يكون موجود عشان نقدر ندعم السياحه بشكل اكبر؟ ايه الماركتنج بلان اللي احنا محتاجين نشتغل عليها؟ بصي انت قلتي كلام كله حلو قوي، الرؤيه هو الفيجن دي اهم حاجه، وبتهيألي ان احنا خلاص دلوقتي كل حاجه بتتنفذ. الحاجه اللي انا هزودها طبعا كاس افريقيا للكبار، كاس افريقيا تحت 23 سنه، كل التنظيم انت كل مؤسسات الدوله بتتحرك، مش محمد فضل، ومحمد فضل جزء صغير جدا، يمكن اللي كان موجود في الاول او هو اللي اخذ السوكسي يمكن، لكن احنا بنتكلم ان كان في ناس صغيرين جدا متطوعين 3000 واحد، مؤسسات الدولة رهيبة، احنا بلد قوية جدا جدا، فكرة تذكرتي، الفان اي دي، الاوبننج سيرموني، الكلوزنج، كل الناس اشتغلت، فكرة استقبال الضيوف، اللوجيستكس، كل حاجة الدولة كانت بتشتغل، فعشان كده احنا جامدين جدا والحمد لله فعلا كويسين كتنظيم. احنا محتاجين ايه؟ أنا هقول لك رأيي بجد، هو ربنا سبحانه وتعالى قالها يعني أول ما اتخلقنا، أول حاجة اقرأ، نزلت اقرأ دي يعني اتعلم، يعني ابتدي يبقى تقدر تجيب نولج أكتر، تتخلي ولاد صغيرين يتعلموا ويبقوا موجودين، وده بيحصل في مصر، احنا بقالنا يمكن بنتكلم في 5 6 سنين بتلاقي ولاد بروميسنج جدا صغيرين على رأس أي منظومة أو مؤسسة، فأنت محتاجة طاقة، محتاجة خبرات من ناس سبقوكي وعندهم خبرات كتيرة جدا عشان البلد دي تبقى فعلا حلوة. كل ده بيحصل دلوقتي، وانا عشان كده انا مبسوط جدا واحنا قاعدين، يعني بجد بصي لو الكاميرا تيجي على البحر، في بحر كده في العالم، يعني انت لو دخلتي حاجه خطيره، وبتهيألي ان في ناس مصريين ما شافوش المنظر ده، فانت محتاجه ان زي ما قلت تفتحي الباب، تخلي كل المقومات البشريه اللي عندك تحب البلد،
ده باشن البلد دي تبقى رقم واحد، وان شاء الله تبقى رقم واحد. وهي الكلمه اللي انت قلتيها ودي اهم حاجه، اهم كلمه، الرؤيه. فبتهيالي احنا رايحين في ناحيه 2030، وان شاء الله مصر هتبقى احلى، ان هي احلى بلاد العالم. احنا الانسان عاده بيألف اللي عنده، ان احنا مش حتى واحنا بنتكلم حاجه بسيطه ممكن محدش يتفهمها او يقدرها قوي، حتى الساند بيتش ان يكون عندك شاطئ رملي في بلاد كتير جدا ما عندهمش اصلا ده. في فعلا ساحل بس ما فيش. بصي انا رحت كرواتيا من حوالي 4 سنين 5 سنين، فلقيتهم قاعدين على طول بيعملوا هايلايتس على الساند بيتش، فانا مش فاهم ليه، ما هو يعني احنا عندنا كتير جدا، فعلا ما كنتش فاهم. فانت فكره ان اللي بقى عندك رمل بالشكل ده، البحر يبقى كده، في شرم الشيخ، في الغردقه، في الساحل، في كل حته، عين السخنه، الاقصر واسوان، المناظر. بصي انت احنا عندنا كل حاجه، هاتيلي حاجه واحده مش موجوده ولا اي حاجه. فالحاجه بس ان احنا نحب البلد قوي بجد قوي، الناس الصغيره تاخد فرصها، وكل واحد يتحط في مكان يعمل اقصى حاجه عنده، يعمل الاسباب، عشان هتلاقي البلد دي بجد كلنا واحنا بنحبها وبنتعب هتبقى في مكان تاني، ونقدر قيمتها طبعا بكل تاكيد.